صوته من السماء أهون عليه من أن ينطق به. فاستنكار العبد لهذه الوساوس واستفضاعه إياها ومقاومته لها ومحاربته لها، ذلك صريح الإيمان بتوصيف النبي صلى الله عليه وسلم، لأن إيمانه الصادق بالله وبكمال أسمائه وصفاته وأنه لا شبيه له ولا ند له وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبير يقتضي منه إنكار هذه الشكوك والوساوس ومحاربتها. أخرج الإمام مسلم الحديث بلفظ آخر، نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد شيئا فليقل: آمنت بالله ورسله. آمنت بالله ورسله، يعني يقطع الوساوس من مبادئها ولا يسترسل معها، وليقل: آمنت بالله ورسوله. يعني استعظام الكلام بهذه الوساوس وشدة الخوف منها ومن النطق بها فضلا عن اعتقادها إنما يكون ممن استكمل الإيمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك. يبقى في رواية: فليستعذ بالله ولينتهي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكف عن الاسترسال مع هذه الوساوس. معنى هذا الإعراض عن هذه الخواطر الباطلة والالتجاء إلى الله جل جلاله في إذهابها. يقول المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لها من غير استدلال ولا نظر في إبطالها. قال: والذي يقال في هذا المعنى أن الخواطر على قسمين، فأما التي ليست بمستقرة ولا اجتلبتها شبهة طرأت فهي التي تدفع بالإعراض عنها، وعلى هذا يحمل الحديث وعلى مثلها. يعني كأني لما كان أمرا طارئا بغير أصل دفع بغير نظر في دليل، إذ لا أصل له ينظر فيه. أما الخواطر المستقرة التي أوجبتها الشبهة فإنها لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها. يفرق بين خطر عابر عارض فقط يقول أعوذ بالله، ينتهي، يقطع مبادئها، يكف نفسه عن الاسترسال معه. لو أن شبهة استقرت وتوطنت وتلح عليه هي بعينها وتعاوده، هذه تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى إبطال وتحتاج إلى استدلال لإبطالها. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد.